ترى أساس سيادة المطران خريستوفوروس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة الأحد الثاني عشر من لوقا، وذلك في كنيسة القديس جوارجيوس في الزرقاء بمشاركة قدس الإرشمندريت أثناسيوس الرئيس الروحي لمحافظة الزرقاء وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وبحضور المؤمنين من أبناء الرعية. فلنقرب به إذن ذبيحة التسبيح كل حين، وهي ثمر شفاء معترفة لاسمه. لا تنسوا الإحسان والمواساة، فإن الله يرتضي مثل هذه الذبائح. وأشار سيادته بعظة القداس أن رسالة الكنيسة في هذه الأيام هي أن تجمع أبنائها على الدوام في خدمة القداس الإلهي، كما أعلن سيادته عن إطلاق برنامج بيت العائلة المسيحي التابع لمطرانية الروم الأرثوذكس، والذي يهتم بشؤون الأسرة والتوعية الصحية للأفراد والأزواج. اليوم الكنيسة أمنا، الكنيسة الحنون، بتفتح حضنها لأبنائها حتى تجمع الكل وتحضنهم بهذا الحضن الإلهي. ما تفكروا نحن هون موجودين على الأرض فقط، ولكن في القداس الإلهي بيتحد الأرض مع السماء، وبيتحد السفليين مع العلويين، وبتتحد الملائكة والقديسين مع البشر. الكل بيجتمع حتى يمجد إلهنا القائم من بين الأموات. الأحد هو يوم قيامة، وبنجتمع حتى نمجد إلهنا القائم من بين الأموات. إنجيل اليوم هو صرخة لكل واحد فينا إنه ما نبتعد عن هذا الحضن الإلهي، عن لتورجية الكنيسة وأسرار الكنيسة وحياة الكنيسة، ونبقى بهذا الإيمان الراسخ في قلبنا، إيمان الآباء والأجداد اللي جدودنا في هاي بلادنا المقدسة عاشوه وسلمونا إياه بكل أمانة. أنا دائما أولادي وأحبائي بقف بخشية أمام أبائنا وأجدادنا، هذول القديسين والقديسات اللي حافظوا على إيمان الكنيسة بكل المصاعب والضيقات والشدائد اللي مروا فيها، ولكن وصلنا لليوم بفضل إيمانهم وصلاتهم. ونحن علينا مسؤولية إنه يبقى إيماننا حي وعلاقتنا مع الكنيسة حية، ونبقى بهذا الإيمان والرجاء والثقة بصلاح الله بحياتنا. افتتحنا بيت العائلة المسيحي اللي بداخل هذا البيت رح يكون كل التخصصات العلمية من جهة والروحية من جهة آخر مع الرعائية، حتى نوقف نحن ككنيسة مع الأسرة. نعم بصلاتنا، وعشان هيك بكرة عندي اجتماع لكل الكهنة، كل كهنة المملكة، اللي رح أطلب منهم هاي السنة لازم تكون سنة صلاة من أجل العائلة، مع الصلاة اللي رح نرفعها دائما كل يوم بالدير في دبين وفي الدير القديس نكتاريوس في المطرانية، اللي يوميا في صلوات. منا نرفع صلوات مع كل كنائسنا في كل مناطقنا من أجل العائلة، من أجل الأب والأم والأولاد وبناتنا. بيحتاجوا منا صلاة، بيحتاجوا منا هذا الوقت اللي لازم نخصصه لإلهم حتى يقدروا مع معونة الكنيسة يوقفوا أمام كل هاي التحديات. وفي مبادرة كريمة قام قدس الإرشمندريت أثناسيوس بتقديم مبلغ مالي باسم رعية القديس جوارجيوس الزرقاء لبرنامج بيت العائلة المسيحي، دعما منهم على انطلاقته المباركة وتكريما منهم على الجهود المبذولة لإنجاحه. الرعية حبت لما سمعت إنك أنشأت هذا البيت العائلة المسيحية، حبت تتبرع بمبلغ قليل متواضع ولكن كبداية لهذا البيت.
مبلغ سيدنا إذا بتقبلوا متواضع 2500 دينار حتى يكون هو ثمرة محبتنا اللي احنا ما بنقدر نكافيك على كل عملك، ولكن بنطلب من ربنا هو الوحيد الكافيك على كل هذا العمل اللي قمت فيه واللي عمالنا منشوف نتائجه يوم بعد يوم. أولادك بيلتفوا حواليك دائما. بشكرك كثير على حضورك، بشكر كمان أبوي وأخوي كمان أرشمندريت خريستوفروس وأبونا فرح، كل الشمامس الموجودين، بشكر كل الحضور الموجودين. دائما اذكرنا بصلواتك سيدنا، واذكر هاي الرعية لأنهم كمان هم بيبادلوك نفس الشعور المحلوم.